السلام عليكم. اليوم رانا في الساحل، الشريط الساحلي على مستوى بلدية برج البحري، ونستمر في الرحلة تاعنا باتجاه ميناء تامن فوست. إذن سوف نكتشف في هذا الفيديو الأشغال، أين وصلت الأشغال نتاع التهيئة نتاع الساحل، وكذلك فيه أشغال لإنشاء ميناء صغير أو مارينا صغيرة على مستوى ما يسمى بألجي بلاج، كانت مسمى بكري ألجي بلاج أو ليزوندين، كانوا يسموها كذلك ليزوندين. إذن المنطقة هذه اللي تقع في بلدية برج البحري فيه أشغال تاع إنشاء ميناء صغير لقوارب الصيد، إذن مارينا صغيرة. نروح نشوف وين وصلت الأشغال بتاع هذه المارينا صغيرة على كل حال. والملاحظة أنه فيه عدة مارينات راهي صغيرة، موانئ صغيرة راهي تنشأ على طول الساحل خاصة في بلاد الجزائر العاصمة، لكن هذه الموانئ الشكل تاعها ما عندهاش أشكال هندسية معينة، يعني تقريبا عشوائية وصغيرة صغيرة جدا. يعني كان حبذا لو تكون فيه موانئ بأشكال هندسية جميلة على غرار ما يتم إنجازه في البلدان تاع الخليج، تكون فيه موانئ يعني بطريقة جيدة. لكن لحد الآن الموانئ اللي تم اللي راهي قاعدة الإنشاء يعني الشكل ديالها ما راش يعني يظهر جيد. على كل حال هنا رانا في المنطقة تاع الميناء الجديد هذا اللي راه قيد الأشغال. نشوف هنا الكمية تاع الصخور، إذن هنا نلاحظ فيه إنشاز تقرب تقول هو مخبأ للقوارب ولا ميناء صغير على كل حال، يليق يكون ميناء تاع نزهة، إنسان يقدر يجي يدير لابرومناد، يجي يصيد، يجي حاجة مليحة. لكن المهم هو أنه ننتظر، لأن الأشغال راهي مازال سايرة، ننتظر نهاية نتاع الأشغال هذه ونحكم على النوعية نتاع الأشغال. إذن هذا هو ميناء الجديد أو المارينا الجديدة أو المخبأ نتاع القوارب الجديد اللي راه قيد الإنشاء في بلدية برج البحري. إذن هنا نلاحظ الأشغال مازالها سايرة، مازال ما بانش يعني الشكل ديالو. هنا إذن هذا هو إذن هذا هو الميناء الجديد اللي راه قيد الإنشاء. في بلدية برج البحري. وعلى كل حال كل هذه المشاريع سوف ندير فيديو عليها انطلاقا من صور من جوجل ايرث، لكن لحد الساعة صور قديمة، ما عندناش صورة جديدة في جوجل ايرث. ربما تكون عندنا هذه الصورة يعني ميزاجور جديدة على الشاطئ
الجزائرية وعلى الجزائر بصفة عامة، كي تكون صور جديدة راح نديرو فيديوهات نوضحوا الأشغال هذه. سوف تظهر الأشغال هذه في الفيديو في الخرائط الجديدة تاع جوجل أرث، سوف تظهر هذه كل هذه التهيئات خاصة على مستوى خليج الجزائر اللي فيها عدة تهيئات على طول الخليج، فيها عدة تهيئات سوف يمكن نعرضها في فيديو آخر يعني في جديد كي تكون عندنا صور، وسوف نوضح كل هذه الأشغال. إذن انتظار ذلك. نستمر في الرحلة هذه. هنا شاهد أنه فيه طريق ساحلي، هنا فيه طريق ساحلي هنا، هذا هنا كاين طريق ساحلي راه قيد الإنشاء، وهذا الأمر اللي كنت حابه أنايا شيء مليح يكون طريق ساحلي ويبان عريض، يعني هذا يقدر العرض هذا يقدر يديروا فيه حتى 4 أروقة، زوج أروقة في كل اتجاه. إذن هذا الأمر جيد. وحتى هنا نلاحظ أنه من جهة هذه باتجاه تامن فوست ما زال الأشغال مستمرة نتاع التوسيع تاع الشريط الساحلي، ما زالت مستمرة. هنا لاحظت أنه فيه كذلك عملية تاع توسيع الشريط الساحلي، وهذا الأمر جيد. لاحظ أنه فيه هنايا أشغال نتاع التوسيعة نتاع الطريق الساحلي هنايا، إن شاء الله هذه التوسيعة هذه تستمر والطريق هذا يستمر إلى حدود ميناء تامن فوست إن شاء الله. شوف هنا أشغال تاع الطريق يعني مازالها تمشي، والله أمر جيد. والتوسيعة توسيعة ما شاء الله، فيها توسيعة فيها حوالي هنا 60 إلى 80 متر عرض، حوالي 60 إلى 80 متر، أمر جيد. إذن هذا هو إذن هنا كذلك. نخليكم إذن مع نهاية الفيديو، والسلام عليكم.